مليئة بناس ما يجي السيد عندهم شيء، والله مجروحين، والله ما هم شيء عندهم لا دينا ولا خلقا ولا شيء، والله ما يجيش عندهم. ليه ما تغضبونا؟ ما بس ما تغضبونا السيد قدود ولاكم ولاكم لسيدكم. يا يعني السيد قطب والناس معدودين، هم الآن ميزان للناس، ميزان الولاء والبراء. السيد قطب وناس يعني مثله أو قريب منه يدورون في فلكه، هم ميزان الإسلام والمسلمين. فالذي وافق من الإسلام هذا يمشي، وإذا سيب الإسلام يخالف هذه الفئة ما يمشي. والأشخاص اللي ما يركعون للسيد قطب لهؤلاء ويرفعوا رؤوسهم بلا إله إلا الله والسنة والتوحيد، هؤلاء يستحقون الحرب والهلاك والدمار. فلا ما رأينا أجهد ولا أسرع من هؤلاء ولا أضل سبيلا من هؤلاء. والله كانوا موازين في الجامعات في المدارس ولا براء على شخص سيد قطب وناس من تلاميذه، وأداروا ظهورهم للأمة ولأمة الإسلام في القرآن والسنة. لا يعرفوا إلا أن بعد سيد قطب عليه وعدوا عليها على ما فيها من الضلالات والانحرافات والكفريات. احنا ما نكفر، هم القواعد الإسلامية في أهل بدع عندهم مكفرات، ما نكفرهم حتى نقول عليهم الحجة. هذا نقوله مرارا، صرحنا بهذه الكتب وصرحنا وصرحنا، لكن يأبى الأفاقون المرجفون خلفاء اليهود والمنافقين وأتباعهم في الكذب والأساطير. ما نقول كفار مثلهم، نقول والله أخذوا بأخلاقهم وشر من أخلاقهم. هم حماة السيد ويقول أهل الهدى أهل السنة أهل الحق اللي يحاربونهم ويتركونهم. كيف يصل الإسلام إلى الأمة؟ ما هو هذا الإسلام المجوه؟ إسلام زي كل إسلام يشوه الاقتصاد اشتراكية، السياسة خربانة، العقيدة فاسدة، الأسس في الإسلام كلها دمرها سيد قطب. مش تقدمون للناس هذا غلو الشريع السلف، يجب أن نخجل منه، خاصة في بلاد التوحيد وبلاد السنة. المناهج والأصول واضحة، والولاء والبراء معروف أهله. من هم من يستحقون الوراء البراء والعداوة والبغضاء، ومن يستحقون الولاء والمحبة والنصرة؟ لكن هؤلاء والله ما عرفوا منهج السلف، لأنهم في الكهوف في السراديب في المخيمات، ما عندهم إلا قطب سيد قطب بنا بنا بنا، ما عندهم محمد أبو بكر عمر إلا هوامش، هوامش وتلبيس وتغطية. أما أئمتهم متبوعهم وقادتهم فهم هؤلاء ومناهجهم. والناس عرفوا أهل السنة بميزان الكتاب والسنة وفي ضوء الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف، عرفوا ما عند هؤلاء. هذا ما عرفوا الإسلام الحق. ناس أدباء مفكرين من أهل البدع تربوا في أحضار البدع، كلهم في أحضار الصوفية وأحضار الشيعة، يقولون طلعوا كتاب قالوا خلاص دول أئمتنا. هي ما نعرف الموجود أنه درس على أهل الحديث، ولا سيد قطب درس على أهل الحديث، ولا البلد درس على الحديث، درس على الصوفية وعلى كتب الشيعة وعلى كتب الفلاسفة وعلى فلاسفة، والله ما أحفظ أسماءهم، غربيين سماهم من يدرس كتبهم، ما أحفظ أسماء هؤلاء العجم من الأوروبيين، دول أساتذتهم، دول أساتذة هؤلاء. نترك الإسلام الحق والسنة الحق والنور الحق ونروح تخبط في الظلمات وراء ناس ما عرفوا الإسلام؟ فهذا خزي وهذا عار يا أخوة. أقول هذا نصيحة لكم يا شباب الإسلام، اتقوا الله في الإسلام واتقوا الله في شباب الإسلام، وهذا المسخ اتركوا، لا تمسخوا الشباب من أجل فلان وفلان وفلان، تمسخوا الإسلام والأمة كلها من أجلهم، وتجعلوا منهم أعداء للحق وأهله، وتصدون الناس عن الحق والسنة بهذه الأكاذيب والسرهات. اتقوا الله في الإسلام والمسلمين، والله والله لقد جنيتم على الإسلام أكثر من الكفار ومن أهل البدع، وشوهتم الإسلام تجنيه لا نظير له. وشباب الأمة اللي يدرسون في الجامعة تتبع المناهج الصحيحة أفسدتموهم، ولو سلموا هذا الإفساد لكان العالم الإسلامي كله يضيع بالحق والسنة من ضمن السرهات والأباطيل والخرافات
الدنيا مظلمة الآن بأبائيلكم وأظلمت عقول الشباب وأظلمت قلوبهم وفسدت أخلاقهم. خذها تربيتكم هذه الفاسدة على الأكاذيب والافتراءات والشائعات والمحاماة بالباطل عن أهل الباطل. فترك الله في الإسلام والمسلمين. توبوا إلى الله. مثل ما حكينا له قصة توبة كعب بن مالك، فرفعه الله في الدنيا والآخرة ورفعه بهذه التوبة وأخزى وأذل من كذبوا وافتروا. نعم، يصلي أحسن. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.